هنتكلم شوية وهنسمع آراء كتيرة خبراء مسؤولين في إدارات الأندية المصرية وفي الأجهزة الفنية، وهنبدأ بالمهندس محمد فرج عامر، وهو طبعا غني عن التعريف رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وواحد من كبار المحبين للرياضة وكرة القدم المصرية والمستثمرين والداعمين لهذا القطاع. مهندس فرج عامر، مساء الخير وأهلا بحضرتك معانا على قناة الأهلي. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. مهندس فرج عامر، يعني بداية، كيف ترى ما حدث بالأمس، شكل منتخبنا في المباراة بل في المباريات الماضية وخروجه ونودع البطولة في دور ال 16 أمام منتخب جنوب أفريقيا؟ أولا اللي حصل بالأمس ده شيء متوقع، مش متوقع، ده متأكد، ده شيء متأكد إنه هيحصل. يعني أي طفل بيتابع كرة القدم المصرية وشاف إحنا عملنا إيه في كأس العالم وشاف إحنا أدينا إزاي وخدنا صفر في كاس العالم وشايف ازاي الاتحاد الكره سوق لنا وقت وهو الوصول لكاس العالم، علما بان عدد الدول الافريقيه اصبحوا 5، يعني هو ما عملوش حاجه، ما فيش اضافه، ما فيش اي شيء. فطبعا فاحنا رحنا كاس العالم، لما رحنا كاس العالم أسوأ نتيجه عملتها دوله هي مصر. طبعا انا مش فرحان لكده، ده شيء المي جدا، لكن انا حتى قبل كاس العالم كنت متوقع. بعدين حضرتك أجيري ده التعاقد معاه جريمة. أجيري ده يعني احنا ما لقيناش إلا مدرب متهم في قضية تلاعب في نتائج ومزالة القضية منظورة أمام المحاكم الرياضية وفي أروقة الفيفا، وبعدين راح جاب مساعدين له، واحد بتاع مدرب أطفال، حتى مش مدرب كرة الأطفال، والتاني مش عارف بيشتغل ايه، ملوش علاقه بكره القدم. فازاي اتحاد الكوره يتعاقد مع واحد بالمستوى ده وبالاخلاق دي؟ وبكام يا باشمهندس كمان التعاقد معاه وبكام؟ يعني بعيدا حتى عن ضعف وفقر مستواه الفني، انت جايب واحد متهم في جريمه بشعه عقوبتها الشد، وجايب واحد اللي معاه بتوع مراجيح، مش بقلل، ده جريمة. اللي اتعاقد مع أجيري ده يعني مجرم في حق الرياضة المصرية، أنا ما بتشفاش في حد، أنا بقول وقائع. بعدين تعال حضرتك، أنت عندك مسابقات ناشئين، هل مصر طلعت لاعب ولا اتنين ولا تلاتة لعبوا في المنتخب؟ أنت عندك تلاتة أو أربعة في المنتخب سن 34 سنة، يعني معنى ذلك 100 مليون واحد، الاهالي كلها حريصه ان اولادها يلعبوا كوره، اللي ابنه بيذاكر يقول له يا ابني اقفل الكتب وانزل العب كوره، ما تضيعش مستقبلك. هل نضبط مصر؟ هل نضبط؟ فالاختيارات في دائره محدوده جدا، فقتل الطموح لدى اللاعبين، قتل الطموح، غياب العداله الرياضيه. طب عايز بس استوقف حضرتك في نقطه مهمه قوي، هل حضرتك كمان راضي عن الاختيارات ولا مع الاراء اختيارات اللاعبين بصرف النظر عن متوسط الاعمار؟ لان في ناس قالت في لاعبين خارج المنتخب كانوا يستحقوا يكونوا موجودين وكانوا هيبقوا اضافه. كله الموضوع كله جريمه محبوكه، وهم نفسهم كانوا عارفين ان نهايتهم هتكون في البطوله دي، للاسف هم كانوا عارفين ان نهايتهم هتكون، لان حضرتك السنه اللي فاتت لما طلعوا انت قلنا لما هتستخدم نفس الناس، وراحوا جابوا المساعدين بتوعهم كلهم المدانين، وقال انا بطالب بيه ان الاتحاد يتطهر من كل اطرافه، مش مجلس ادارته بس، مساعدينه واسنابه والفريق اللي كان بيعمل معاه كله، لان حضرتك دي جريمه مرتكب كامله الاركان. الحكايه مش ان في ناس احسن، الحكايه ان حضرتك اكتر من كده بكتير. احنا ترتيبنا وصل الكام؟ احنا تقريبا بقينا اكتر من 70 على العالم بعد ما كنا التاسع في يوم من الايام وال11 وقت قريب على العالم. بعدين حضرتك متقسمه العمليه متقسمه زي التورته، كل واحد واخد حته وبيعمل فيها اللي هو عايز يعمله، ولا حضرتك تشوف حد. وبعدين بص، نظام متعدد المستويات يحدفوك من واحد لواحد، ودخلنا في مهازل تحكيميه، دخلنا في مهازل تنظيميه، كنا مش عارفين ننظم مباريات الناشئين، مش عارفين ننظم دوري، ما نعرفش امتى يبدا وامتى ينتهي. مهندس فرج عامر، عايز اسال حضرتك عن امر مهم الكل بيتكلم عنه على مواقع التواصل الاجتماعي من لحظه نهايه المباراه وخروجنا في دور 16 امام جنوب افريقيا. هل حضرتك شايف ان الفتره الجايه محتاجه نوع من المراجعه الماليه للميزانيات والحسابات؟ طبعا. كوبر قبل وبعد منتخب مصر اجره ايه؟ طبعا. اجيري قبل وبعد منتخب مصر هيكون عرضه القادم ايه؟ طبعا. طبعا
طبعا حضرتك ده مهم جدا جدا جدا، المراجعه الماليه والاداريه لكل تصرفات اتحاد الكوره، كل حاجه، ده حتى حضرتك تركيبه الاتحاد تدخل مراكز الشباب مع الاحترام ليها فوق دماغنا. ما ينفعش ان انا نادي شباب مثلا بلعب درجه رابعه يبقى صوتي زي الاهلي والزمالك والانديه اللي بتلعب في الممتاز، ما ينفعش. نظام الانتخابات نفسه، نظام انتخابات اتحاد الكوره، العالم لا يدار بذلك، عالم الكوره لا تدار بذلك. دي عمليه زي ما بتقول سيادتك، دي تركيبه عنقوديه، شبكه عنقوديه كانت بتدير كره القدم في مصر. طيب احنا سمعنا اراء بعد كاس العالم والاخفاق اللي حضرتك اشرت اليه. انا اتكلمت، انا كنت رئيس لجنه الشباب والرياضه واتكلمت واثرت المواضيع دي كلها وقلت ان يجب ان يرحلوا وان ده فشل وان 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 وانا 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 لما لقيت السكه ضلمه وان هم قاعدين ومثبتين، انا يعني بقيت سبت لجنه الشباب والرياضه ورحت لجنه الصناعه وانا رئيس لجنه الصناعه، لان بيني وبينك ما كنتش راضي ابدا عما يحدث. قبل كده هجوم اتحاد الكوره في مجلس النواب وحصل هجوم من النواب كلهم، محدش قدر يرد، وكبار المسؤولين رئيس الاتحاد بقى يجري في بقى يجري. انا قصدي يا باشمهندس، قبل التعاقد مع اجيري خرج علينا بعض الساده المسؤولين في اتحاد الكوره بعد الاخفاق الكبير والشكل اللي ظهرنا عليه ورصيد الصفر من النقاط اللي رجعنا بيه من نهائيات كاس العالم، وقالوا يعني احنا وصلنا للنهائيات وكوبر عمل اللي عليه والكلام الغريب اللي اتقال في الوقت ده. الناس سالتهم ليه ما يكونش مدرب مصري الفتره اللي جايه، كل اللي حققوا معانا نجاحات كانوا مدربين او مدراء فنيين مصريين. قالوا لنا لا، الفتره الجايه ما يتناسبش المدرب المصري والاختيار الفتره الجايه مدرب اجنبي. هل عند حضرتك اي تفسير لعقده الخواجه وعدم الاستعانه بالكفاءات المصريه اللي هي بقيمه اقل ماليا واعلى كتير فنيا؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، طبعا انا بحترم طبعا كل المدربين المصريين، بحترم كل الناس. حضرتك يعني انا لما اكون مسؤول في اتحاد من حقي اجيب مدرب مصري، من حقي اجيب مدرب اجنبي، بس يكون حاسن السمعه، حاسن، مش يكون متهم في قضيه اخلاقيه مشينه. يا بيه اجيب مصري، اجيب اجنبي، اجيب اي حاجه، بس مش يكون، مش هسيب العالم كله واروح انقي واحد متهم في قضيه تلاعب بنتائج ورايح جايب ناس بتاعت مراجيح واحد بتاع ان هو مدارس الاطفال ومش في الكوره، تربيه بدنيه، مين اللي وافق على الكلام ده؟ ومين اللي وافق على المساعدين؟ ومين 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 اللي وافق؟ انا ومين اللي وافق على صرف المبالغ دي للناس دي؟ مين؟ ايه التحرك المتوقع من مجلس النواب المصري يا باشمهندس وحضرتك، سواء داخل او خارج لجنه الشباب والرياضه، بما لك من باع في عالم الرياضه وكره القدم، ايه مقترحك القادم بعد ما حدث بالامس وهذا الاخفاق الكبير لمنتخبنا في البطوله الافريقيه؟ ايه اللي ممكن تتقدم بيه لمجلس النواب؟ هو بص هقول لحضرتك ان يكون في جبهه انقاذ لكره القدم المصريه، جبهه انقاذ تجيب الناس اللي نجحت. انا شايف ان حسام الكابتن حسام عبد المنعم هو احسن من ادار اتحاد الكره في اخر 20 سنه او 25 سنه، مش عايزه كلام، اللي عمل طفره واللي كان رجل يعني مثال في الاداره في كره القدم ده، بص بالنتائج، هو اللي راح جاب الجهاز بتاع الكابتن حسن شحاته واخد بسنتك، وهو اللي وضع الاسس، واللي الاسس مشينا عليها وكسبنا 3 بطولات افريقيه. وبعدين برضو انا هقول لحضرتك شيء خطير مهم جدا، منظومه الكوره محتاجه تتعاد من الاول. انت ما عندكش 11 لاعب يشرفوا مصر لما يلعبوا في ضوء الناس، الاختيارات اللي كانت موجوده، الاختيارات اللي كانت موجوده، اللعيبه اللي عندنا مستواهم ما يتناسبش مع البطوله الافريقيه. ده مش رأيي أنا بس، مفهوم، ده رأي كل المحللين وكل الخبراء. آراء كتيرة جدا شفتها وتابعتها بتتفق مع اللي حضرتك قلته، ده آراء كتيرة جدا. هل تتوقع أن هيكون في مساءلات أو مجلس النواب سيكون له دور في المساءلات والمراجعات لمنظومة الكرة في مصر وما فعله اتحاد الكرة في الفترة اللي فاتت؟ بحكم قانون الرياضة الجديد مجلس النواب ما يقدرش أن هو يتدخل إلا بتشكيل لجنة تقصي حقائق تكتشف مخالفات مالية وإدارية من فلوس حصل فيها تصرفات يعني مش مظبوط، لكن كنواحي فنيه الامر مطلوب طبعا. اكيد طبعا، حضرتك عارف ان في حمايه طبعا من الفيفا والاتحادات الدوليه واللجنات واللجان الاولمبيه بهذا الكلام، بتمنع التدخلات الحكوميه طبعا، تمنع. لكن الوضع اللي وصلت اليه كره القدم ده مش اخطاء فنيه بس، دي جرائم في كل اتجاه.
للاسف. جرائم، شفت انت جرائم. يعني كرة القدم ارتكب في حق المصرية، ارتكب في حقها ابشع جرائم. لان حضرتك اسأت اول حاجة الجمهور المصري ده كله. المباريات كلها كانت متباعة. عيشت الناس في حلم. سلبته منهم ومصر كانت قادرة على تحقيق هذا الحلم. طبعًا. يعني حضرتك لو كنت جبت 11 لاعب ناشئ كانوا أدوا أفضل من الناس اللي أدت في الملعب. صحيح. الحاجة التانية، أنت لما حصلت عندك بهدلة أخلاقية سواء قبل أو بعد، تنازلت عن أبسط حاجة وهو النظام العام، الالتزام بالأخلاق، الالتزام تنازلت عن كل شيء في مقابل لا شيء، ففاقد الشيء لا يعطيه. أنا بشكر حضرتك على الكلام المهم ده. طبعا مهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب المصري ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة.